واضح ان سمر الكوافيرة دي عامله لمولانا سحر. طب والعمل يا حكيم لقمان؟ احنا لازم نفك السحر ده. اخس عليك يا اخس اخس بقى، عايز حد يفك لك السحر واحنا عندنا الشركه؟ الحل في المرايه، اكيد اللي اسمها سمر دي عامله السحر في المرايه، ولو خلصنا منها ممكن مولانا يرجع له عقل. يبقى لازم نخلص من المرايه. نحنا والغجر جيران، لا 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 لا، بيته جنب إيران، لا 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 لا، والمكوله ساعدتني بالنيران، لا 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 لا. ايه التلوث السمعي والبصري ده؟ لو سمحت يا مولاي، عايزاك على انفراد انا والحكيم لقمان. ما تتكلمي، دي سمر والرجال، مفيش حد غريب. لا، فطوطه بتاعتك دي غريبه، وانت كمان بقيت غريب. بكلمك مش بترد. مشغول. طب ما تقول. هو انا دلدل؟ انت اتغيرت وما بقتش تحبني. ما بقاش بيحبها، ما بقاش بيحبها. يا معتقدات امي، انت يعني عايزه تتخني؟ يا جماعه صلوا على النبي، ده شيطان ودخل بينكم. ما تسيب العركه دايره يا عم، خلينا نتفرج. ده انت راجل رخم. انا مش عايزه اتخني يا مولاي، انا عايزك تختار ما بيني وبين سمر وبين المرايه في القصر ده. لا، دي عايزه تتهز. انت عارف وشها بقى يا مولاي. انت جبت الثقه دي منين؟ مش انت اللي قلت لي؟ يلا قول لها يا مولاي، اختار. ما ينفعش اختار اختيارين من الثلاثه، لازم اختيار واحد. لازم اختيار واحد. لا يا مولاي، انا مش عايزه احس ان انا جيت عكرت صفوكم وعملت بينكم معركه. انا ممكن انصح. اوعي اسمعك تقول الكلام ده. الا انت يا وحش، ده انت عرف من فوق حبيبي، واللي مش عاجبه يشد في حواجبه. لا عيب كده، ايه الكلام ده؟ لا عيب ايه، ده انا كوافيره، ده من صميم عملي وانا مهندسه. عندك حق. اللي مش عاجبه يشد في حواجبه. اخس، شكلك وحش قوي يا اخس كده. طب قبل ما اشد في حواجبي، انا لازم اكسر المرايه دي. انت كبرتي مرايه امك دي اللي كانت بقالك في القايمه عشان تكسريها؟ ايه الجرأه اللي انت فيها دي بضفايرك وكلبساتك يا قولون؟ ما اسميش قولون، انا اسمي وو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 و
ده الفيل العرج مفيش غيره. هو كده تخبط الحبايه في مكان تصحى تلاقي نفسك في مكان تاني خالص. انا حلمت حلم غريب قوي. حلمت ان انا كنت ملكه وجوزي كان بم بم. انا حلمت برضو نفس الحلم ده.